الأزمة أو الكلف. الكلف هو من أكثر المشاكل اللي نسمعها بالعيادة. هو عبارة عن بقع لونه بني بيطلعوا أكثر شيء على الوجه، بس ممكن يطلع على الرقبة، ممكن يطلع على الصدر. سببهم الرئيسي هو استعداد وراثي، بس أكيد لا يطلعوا بدهم شمس. فإذا واحد ما كان عنده استعداد وراثي وقعد تحت الشمس ممكن ما يطلع له، بس إذا كان في استعداد وراثي كل ما نقعد أكثر تحت الشمس كل ما عنا احتمال يطلعوا لنا أكثر. كمان واحد من الأسباب هو تغيير الهرمونز، مشان هيك أكثر بشوفه أكثر شيء بنشوفه عن المرأة الحامل. ما بيأذي، ما بيعدي، ما بقدي لأي شيء، بس منعالجه مشان منظره أكيد مزعج. للأسف ما عنا علاج كتير مهم للكلف. نقدر نستعمل كريمز، في كريم اسمه هيدروكونون بيساعد ليبيض لون الوجه، هيدا بيساعد كتير. ممكن نعمل ماسكس، أوقات ممكن نلجأ للليزرز إذا الكريمز وإشياء تانية ما فاتوا. Uplift your skin to uplift your life.